طب قبل ما اطلع، زيارة الرئيس للمنتخب رسالة قوية جدا. انا مش عايز اقول نسيتها، بس انا كنت حاططها من الاوائل من الناحية المعنوية. انا اتكلمت في المقدمة طبعا كلام كتير، انت مش هتفوتك، بس انا كنت حاططها من اهم النقاط الايجابية او المعنوية. الحقيقة زيارة الرئيس معناها بيقول لهم ان البلد كلها وراكم، في ايه تاني بيقول لهم ان البلد كلها وراكم طبعا وفي ظهركم. فبصراحة حتى طبعا الحوار بسيط، بسيط، في شكل بسيط، راقي طبعا، كهربا يقول له انا حسيت يعني لا حوار يعني اب الابناء بصراحه. ما شفناش ده قبل كده، اب الابناء ده حقيقي. قرب ده ده تحمل مسؤوليه اكتر من اللي هم متحملين. الحديث اللي اتقال هو حديث مع اعلى شخصيه في الدوله، انتخابات لسه خلصانه وحواديت كتيره، هو دلوقتي بيتكلم مع اللعيبه، انتوا رايحين، انتوا سفره مصر في كوت ديفوار، حققوا بقى المطلوب. صحيح. الحته دي يا دكتور مهمه جدا جدا جدا. اما ينفتح لك للساد قبل افتتاحه المفخره اللي احنا موجودين فيها دي، طبعا وحتى المنتخب الاولمبي معسكره فيه، معسكره في الموضوع. كابتن حسين يقول لك 2019 اسمع علينا شويه يا كابتن حسين. بس في حاجه يا دكتور حلوه قوي، الاستاد بتاع العاصمه الاداريه حتى الفرق اللي بتلعب العاب فرديه نزلوا للعيبه، ده داعم. هو زي الشباب الدكتور اشرف شوقي صاحب افكار جميله وبيسبق بصراحه، عنده اشرف عنده الفكر ده جميل جدا. لما اخد اللاعبين اللي حققوا لمصر ميداليات اولمبيه فرديه، وصلاح كان دايما يعمل تويتات لهم وحتى قال لهم صوروا معايا يومها، فيعني ده تقارب. ادي ابطال مصر في الاولمبيات مع ابطال مصر هنا. لا اشتغل بره الصندوق، فكري بره الصندوق، بس ده مش طبيعي، مش روتيني. لا هو ده الحته دي 90% سيادة الرئيس. لو جبت الحديث كله هتلاقي الكلام، احنا داعمين ال 110 مليون وراكو، انتوا قدها وقدود، انتوا تحققوا، انتوا المحترفين، اللي انتوا تبذلوا الجهد بالظبط، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. بالظبط، الصوره تبقى الصوره الطيبه ان شاء الله. طيب اروح للدوري المحترفين. دوري المحترفين بقى يعني اشتغل شويه بقى من شغلنا واقول لحضراتكم هذا